أعزائي المشاهدين، حياكم الله. رؤية 2030، الرؤية اللي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016، هذه الرؤية الواعدة اللي باختصار هي تعتمد على أنه حيكون عندنا مصادر أخرى غير البترول. ليش؟ الطاقة نظيفة هتحل محله، فكان لابد من هذه الرؤية الواعدة وجات وقتها. رؤية 2030 ومدينة نيوم وكل الأشياء المرتبطة بهذه الرؤية محتاجة تحديات حنواجهها. هي رؤية حلوة بس أكيد مو سهلة، ما في شيء يجي بالسهل، لازم في تعب. مجتمعنا السعودي فيه تحديات كثيرة حتواجهنا. أنا اليوم أبغى أحط يدي على نقطتين من التحديات على اللي تواجهنا كمجتمع سعودي. أول تحدي، الرؤية هذه محتاجة عمل، محتاجة تفكير، محتاجة طاقات، محتاجة شغل. إحنا الصراحة استرحنا، قعدنا عهد البترول مريحين على الآخر لأنه كان عندنا مصدر حلو مضمون اللي هو البترول، لكن هذا ما حيستمر خلاص. 2018 كانت تقريبا آخر البراءات الاختراع حقت الطاقة النظيفة عم تظهر، وبدأت تظهر وحتظهر وحتستمر، وإحنا بحاجة لهذا الشيء عشان البيئة والأشياء هذه كلها بتأثر على بعضها البعض، فكان لابد من يكون عندنا تحول تاني مصدر بديل للطاقة. فجت رؤية 2030، هذه الرؤية المباركة. بس في التحديات اللي بتكلم عليها التنين منهم، حبدأ بالأولى. أول تحدي هو اللي يختار أنه يغير دينه. مثلا أنا غيرت ديني للديانة المسيحية، في غيري من إخوتي السعوديين غيروا ديانهم لأديان أخرى، في بعضهم فكر واختار أنه يكون ملحد. أنا ما أقول هذا صح وهذا غلط، مش من حقي، لكن ما دام أنت عم تفكر معناته أنت إنسان بتفكر. أنا مريت بفترة إلحاد قبل ما أصير مسيحي، مما يدل على أني كنت بفكر. فهدول الأخوة اللي عم يغيروا معناته فكر، ورؤية 2030 محتاجة مفكرين، مش محتاجة ناس يقولوا خلاص على هذا هو الشرع. فلذلك الأمير محمد الله يرضى عليه كان منتبه لخطورة هذه النقطة، فلقائه العام الماضي في أبريل 2021 مع في برنامج الليوان مع الأخ عبد الله المديفر، قال كلمة حلوة عجبتني اللي هي إنه حيشيل أحاديث الآحاد ويأخذ ما يتوافق مع مصالح البلد، وهذا هو التفكير الصح، هذا هو التفكير السليم، إنسان يشتغل على مصلحة بلده. وكان الأحاديث اللي تدعو على قتل المرتد أو اللي يترك الدين الإسلامي أو أي شيء زي كده كانت كلها معتمدة على أحاديث الآحاد. فكونك أنت شلت أحاديث الآحاد معناته هذه المشكلة اتحلت، فصار عندك مفكرين، حيكون عندك ناس ما حيضطروا يهاجروا ويهربوا من البلد، حيفضلوا عابرين مفكرين مثقفين، هذول كلهم هتحتاجهم عشان تمشي رؤية 2030. أنا برنامجي الحين بصراحة ما أخبي عليكم ماشي على دعم من مستثمرين ستيك هولدرز، فالستيك هولدرز هذولا أغنياء جدا، فالستيك هولدرز هذولا أكيد ما يعني حط نفسك بمحله ما حيحط فلوسه بمحل مش مضمون، فلازم يكون المحل مضمون، وإذا يبغى يجاملك هيحط جزء بسيط من الفلوس، صح ولا لا؟ حط نفسك بمحله، رأس المال زي ما يقولوا خواف. طيب خلينا الحين نتكلم على موضوع اتحلت هذه مشكلة الإنسان صار عنده حرية الاختيار، وهذا شيء جيد، معناته كل التبعيات اللي عليه لازم تكون متوافقة. مثلا ما تقدر تقول هذا كافر، ما تقدر تقول هذا ينقص،
ما تقدر تقول هذا يحرموه من الميراث وحاجات زي كده. كل هذه الأمور لازم تنتهي وبأقصى سرعة، بأقصى سرعة. إحنا الحين ب 2022، ما بقي إلا 8 سنين على 2030، ما عندنا وقت. طيب، نقطة تانية، للذكر مثل حظ الأنثيين. يا طويل العمر يا أخوتي وأخواتي، أنا بتكلم مع الكل، صناع القرار ومع شعب الحبيب. هل تتوقع أنه لو أنه جنبنا البنت من العمل، سوق العمل، هل تتوقع أنه حيكون في إنتاج؟ كثير ناس يقول لك نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع. أنا أقول لك لا، المرأة 90% من المجتمع. طب كيف؟ أنا كنت أدرس بالجامعة، فعندي طلاب يعني تقريبا يقعد معايا بالفصل حوالي 14 إلى 16 طالب. هدول ال 14 إلى 16 طالب كم ذكر منهم؟ 2. وكم أنثى؟ الباقي. والإناث دائما أشطر من الأولاد في الدراسة وفي العمل وفي الإنتاج. فإذا أنت حطيت البنت على جنب، مو حطيت نص المجتمع، أنت حطيت 90% من المجتمع على جنب. ما رؤية 2030 ما حتشتغل. وطبعا الحمد لله بلدنا بدأت تشتغل على هذا الأساس وانتبهوا لخطورة هذه النقطة، والمرأة صارت تشتغل. طيب إذا اشتغلت المرأة، كان زمان أول نقول لك أوكي، يعني في معادلة اقتصادية أنه الرجال يأخذ رواتب حلوة والبنت ما لها راتب قاعدة ببيتها، فمعناته الرجال كأنه عم يأخذ حقه وحق زوجته، فيعني يعيشوا حياة كريمة. الحين عشان يعيشوا هذه الحياة بهذه الأيام مع أغلاء الأسعار والأشياء دي، وهذا شيء طبيعي، التغيير يعني جزء من سنة الحياة، حتى إحنا بنتغير، ننولد صغار وشوي شوي نكبر، بعدين نصير شيبان وبعدين نموت، وهكذا دورة الحياة. فالتغيير يعني شيء جيد، جزء من الحياة لازم نتقبل فيه. زمان أول كان الحريم يقعدوا بالبيت والرجال هو اللي يصرف على البيت، وهذا شيء أوكي كان مقبول في وقتها، أما الآن غير مقبول. ليش؟ لأنه المرأة صارت تشتغل، وعشان يعيش العيلة بمستوى معيشة محترم لازم الرجال والبنت يشتغلوا، أوكي، والمسؤولية تتوزع على الأطراف. هذا شيء جيد، بدأت الحرمة تشتغل، بدأت الحرمة تسوق سيارة، صارت مستعدة لرؤية 2030، والحمد لله الحكومة واعية لهذا الأمر. طيب، فعشان تشتغل المرأة، فالحين هل نقدر نقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، لا، مش عدل، لأنه زي ما الرجال يشتغل الحرمة عم تشتغل، فللذكر مثل حظ الأنثى. حيجي بعضكم، أنا عارف أنه حيجي بعضكم حيقول لي طب هذا شرع ربنا وهذا هو اللي موجود بالقرآن ومدريش، ما تقدر تغير ومدريش. لا، نقدر نغير، إحنا نبغى نأخذ أشياء على حسب مصالحنا. هذه كانت رؤوس أقلام، وكانت يمكن ماشية بوقتها، أنا ما أعرف كيف قبل 1400 سنة الوضع كيف، لكن إذا تبغى تتكلم من حوالي العقدين أو الثلاثة عقود الماضية لما كان في بترول، كان أقول لك أوكي الرواتب عالية وفي بترول والوضع مريح، فكانت البنت قاعدة بالبيت والرجال بيشتغل، والرجال ما بيشتغل، كان بس يعني زي أهم شيء توقيع الحضور وتوقيع الانصراف، هذا أهم شيء بالدوام. طب بالنص مش مهم. للأسف يعني هذا هو الواقع. المهم هذه الأشياء كلها خلاص لازم تولي، إحنا عندنا رؤية 2030، معناته في شغل، في تعب، في عرق، في تفكير، إحنا محتاجين كل طاقة، محتاجين الأجانب اللي عندهم رؤوس أموال يبغوا يستثمروا عندنا يجوا. فأنا الصراحة مش أخصائي اقتصادي، ما أبغى أعطيكم رؤية اقتصادية، لها ناسها، والأمير محمد عنده ناس عم يشتغلوا بهذا الأمر، لكن أنا بعطي رؤية اجتماعية مرتبطة طبعا من رؤية من وجهة نظري كإنسان مفكر، فكرت فاخترت أنه أكون من أتباع المسيح. في بعض الأخوة اللي مثلي ترى مش قليل، يعني إحنا عددنا مرتب يعني بالسعودية مش قليلين، وفي نسبة أكتر اللي هم صاروا ملحدين،
أنا عارف الحين في ناس كتير هيقولوا استغفر الله وحرام وما أدري إيه. يا عمي خليه يفكر حتى لو غلط، إذا ما غلط أنت ما سويت شيء. أنا مريت بفترة إلحاد، بعدين صرت مسيحي، رجعت للإيمان. فهذا شيء طبيعي. ما دام أنت بتفكر معناته أنت بتقدم منتج، ورؤية 2030 محتاجة لكل الطاقات، محتاجة للمفكرين، محتاجة للطاقات الأولاد، محتاجين للطاقات النسائية، محتاجين لكل شيء يشتغل مع بعض. آمين. خلينا نتكاتف مع بعض ونكون كده كيد واحدة عشان نبني بلدنا ونشوف المستقبل الواعد، وطاقة نظيفة، طاقة جديدة ما بضر البيئة، مش بس على البترول. البترول يعني خلاص هذا العهد، ولا أما العهد الجديد حيكون طاقة نظيفة. آمين. خلينا نصلي عشان بلدنا. يا رب يا رب نسألك يا رب تحل بسلامك على بلدنا. أعطي قادتنا يا رب الحكمة، أعطيهم الرؤية، أعطيهم الأفكار، أعطيهم أن يتصرفوا بشكل عاجل وبسرعة، يشيلوا كل ما يتعلق بأمور يقولك مرتد ومرتد، هذا كله كلام فاضي، خلاص انتهى انتهى يا رب. أعطيهم يا رب ياخذوا قرارات سريعة، أعطيهم يا رب ياخذوا قرارات سريعة، أعطيهم يا رب ياخذوا قرارات سريعة، اليوم قبل بكرة، اليوم قبل بكرة. يا سيد العظيم يا رب ياخذوا قرارات ايضا بالمساواة الرجل بالمرأة، مش يقولك للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يا سيد العظيم 90% عم نفقد من الطاقات البشرية بسبب هذا الأمر، واحنا محتاجينك يا رب. انت اللي خلقت الذكر وانت اللي خلقت الأنثى، ما في شيء اسمه مو كويس ولا نجس، فحاطين كل الأمور اللي انت خلقتها يا رب وشفتها حسن. انت كل شيء خلقته كنت تقول باخر اليوم انه هذا حسن، الا لما جاء الانسان وقلت هذا حسن جدا. هللويا. فحاطين يا رب بلدنا وشعبنا وحكامنا والقادة واللي ياخذوا القرارات واصحاب القرار بين يدك يا رب، ياخذوا القرارات الصحيحة حسب رضاك انت. وحاطط ايضا شعبي انه يتقبل ويكون متكاتف ويكون يد واحدة مع بعض، حاطط هذه الامور كلها بين يدك يا رب. آجلا لا عاجلا تغيير في بلدي، آجلا لا عاجلا تغيير في بلدي، اليوم قبل بكرة يا رب. آمين. اليوم 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 بالمسيح يسوع له كل المجد. آمين.